السلام عليكم. نكمل المحاضرة اللي فاتت، وقفنا عند اللي هي التوك شو، تمام؟ واللي هم الشوت برودكشن، وصلنا لعند التوك شو. حنشوف اليوم اللي هي الكوميرشال، النوع الأخير من أو اللي قبل الأخير من أنواع الشورت النون فيكشن برودكشن، تمام؟ طبعا كلكم بتعرفوا ايش يعني كوميرشال، دعايات. هلقيتها أي واحد بده يكتب دعاية أو يعمل إنتاج لدعاية لازم يهتم بثلاث عناصر، تمام؟ قبل ما نحكي عن الثلاث عناصر هدول، أساسا يعني مفهوم الكوميرشال إيش بيجي؟ واضح؟ بقول الكوميرشال آر إيمد تو موديفاي ذا مين ذا أودينس بيهيفير. أساسا بتيجي الدعاية أو الإعلانات التجارية لأجل إنها تغير من سلوك قلنا مين؟ المشاهدين. تغير سلوكهم في ايش مثلا؟ يعني تخلي تجذبهم لاجل شراء منتج معين، تمام؟ توجههم لهذا المنتج. الشغله الثانيه think positive about the organization، انه والله لو على سبيل المثال كان في منتج سيء والله عملنا تحسين عليه، فتحسن من معتقداتهم حول هذا المنتج او هاي الشركه. فتغيير سلوك المستفيدين او المشاهدين من خلال اما يزيد بيع او تسويق المنتج واقبالهم على شرائه، او انه يغير فكرتهم انه هذه بدل ما هي المؤسسه اصلا ما كانتش تنتج اشياء كويسه صارت تنتج اشياء افضل، تمام؟ طيب هل انت كاتب الكوميرشال لازم يهتم بثلاث عناصر هو بيعمل الاعلانات التجاريه؟ اول شغله بده يهتم فيها هي ايش؟ Who is the audience؟ وتكلمنا في هذا الموضوع كثير احنا. لازم يعرف مين الفئة المستهدفة اللي بده يصلها الإعلان، بمعنى آخر اللي بده يوصل لها المنتج من خلال الإعلان، تمام؟ فلازم يكون عارف هل هم أطفال صغار اللي بدنا نوري الإعلان التجاري هذا، هل هو أصلا مخصص لأطفال، تمام؟ أو صغار السن يعني، ولا لناس أصلا كبار، ولا لأناس أغنياء، ولا لفئة من إيش؟ الفقراء. واضح؟ ليش هذا مهم؟ حكينا بالهيك كل واحد لازم يكون عارف البيئة الجغرافية اللي بده يسوق فيها، عشان أنا أسوق صح ما بنفع أجيب أنا منتج غالي السعر واروح والله أجيبه في بلد فقير مش حينباع أساسا على الفاضي، فهمتوا كيف؟ فإيش الفائدة من الإعلانات التجارية في هذا المكان وأنا خسران دم قلبي على الإعلان أساسا؟ وضحت الصورة؟ فلازم يكون عارف مين هي الفئة المستهدفة اللي بده يصلها هذا المنتج من خلال الإعلان، تمام. تاني شغلة لازم يكون حاططها في باله، كيف بده يبيع المنتج أو كيف بده يوصل المنتج. كتير بتشوفوا على الدعايات مثلا تبع زي الكرسي القرآن هذا، شفتوه قبل هيك أظن على الدعايات تبعت المصريين، بيجي بقول لك والله في معطيك الوان، بيعمل حاله انه بتصل كيف نحصل على الكرسي على سبيل المثال، بقول والله اتصل بس على الرقم الفلاني بيصلك لحد البيت. يعني طريقه التوصيل وشكله هل ممكن يكون متوافر في كل مكان نقاط البيع تبعته، ولا في اماكن معينه لازم تقولي له من وين يروح يشتري، كيف بده يوصل للمنتج. واضح؟ فالشغلة الثانية زي ما حكينا what is the selling point of the product، ايش هي نقاط البيع اللي بده يتم فيها تسويق المنتج او توصيل المنتج لمين؟ للزبون. بمعنى كيف شكل المنتج بده يوصله؟ هل هو بده يجي مثلا بالبريد، شيء صلب، شيء سائل، شيء مثلا يعني مثلا كرة الجوال كيف بالله بدها تنباع؟ كرة الجوال، كرة الجوال لما بتعبي انت رصيد يعني، تمام؟ او الفواتير كيف بدها تنباع؟ بشرحوا اول ما نزلوا كروت الجوال او كان في بالضبط، هذه اول طريقه صح، تاخذ الرقم عنه وايش تتعبيه في الجوال تبعك عشان يصلك المنتج، عشان يصلك البضاعه اللي انت عايزاها اللي هو الرقم اللي انت الرصيد اللي بدك تعبيه داخل الجوال. بعد هيك تطورت شوي العمليه وايش راحوا عملوا لها صفحه وصار انت ممكن، طبعا كانت في اماكن محدوده ممكن خلال شركه الاتصالات، هلقيت صارت حتى في السوبر ماركت في الدكاكين الصغيره كل واحد حاطط له لابتوب وايش عنده خدمه انه انت يعبي لك رصيد، فهمتوا علي؟
فلازم يكون يعني لما اجي انزل منتج اكون عارفه ايش الطريقه اللي بدي اوصل فيها المنتج لمين؟ للزبون. طيب الشغله الثالثه اللي لازم احنا نهتم فيها وهلقيت رح نفصلها اكثر هي what is the strategy to sell the audience. تمام؟ ايش هي الاستراتيجيه اللي بده يتبعها كاتب الاعلان في توصيل او بيع المنتج لمين؟ للزباين. ايش يعني الاستراتيجيه؟ هل حيستعمل اسلوب فاني مضحك؟ بتشوفوا الدعايات كثير انتوا صح؟ في كثير دعايات متنوعه مختلفه، هل حيستعمل الاسلوب الفكاهي لتوصيل المنتج؟ هل حيستعمل الجديه سيريس؟ هل حيستعمل اسلوب الصلب الهارد سيل؟ ولا حيستعمل ايش؟ السوفت سيل. حنيجي نشرحهم هدول ونوريكم ايش يعني هارد سيل، ايش يعني سوفت سيل، وحنعطيكم شويه امثله على الفاني والسيريس. تمام؟ طيب الهارد سيل ايش يعني هارد سيل؟ مش انه هو المنتج يعني صلب او صعب، لا انا بدي اوريكي مثلا عندي خلاط بروسيسور محضر الطعام، بدي اوريكي قديش هي مفيده وقديش هي قويه. ايش بروح بحطوا لك فيها؟ بحطوا ثلج، هذا ابسط ما يمكن صح؟ طيب ايش بالك لما انا اجيب خلاط واروح مش احط خشب احط حديد؟ فايش معنى الكلام؟ انا استخدمت الاسلوب الصعب او الصلب عشان اوريكي صلابه وقوه المنتج تبعي، شيء صعب يعني. تمام؟ وممكن انا استعمل يعني في مره والله في برامج عن ناتشرال جيوغرافي زي تحدي ما بين مين اقوى ماشين مثلا من حيث الصلابه، فراحوا جابوا لك خلاط بيعملوه في المصانع وبردت الحديد، يعني حطوا لها براد ماسوره حديد تبقى عصايه حديد وضلوا شغلوا الخلاط عليها ما انكسرتش الشفره ولا حاجه، بس ايش؟ اكلت الحديده اللي برا. بس خلاطات ثانيه او بحيث انهم جابوا مش عارفه ايش سموه هذا جهاز ثاني انكسر على طول، من يعني ما عملش فيها ولا حاجه انكسر. فهذا دليل على شو؟ على صلابه المنتج المستخدم. هو ما كانش دعايه، كان نوع من التحدي بس برضو عشان يوريكي انه هذا المنتجات او الشركات اللي بتنتج هاي الاشياء فعلا قويه. تمام؟ طيب فايش بيعملوا في الهارد سيل؟ بقول لي ان اكريسيف عفوا اكريسيف ستايل از اوكي، يعني بيستخدموا الاسلوب ال ايش بسموه ال قولوا معي الشيء الصلب او العنيد او ال راحت من الجمله. طيب على العموم المهم الشيء يعني في تحدي، في ايه تحدي عشان يوريكي هل هذا المنتج او القوه، هل المنتج هذا ممتاز ولا لا. اوكي، على سبيل المثال طبعا انا لما اجيب لك انه والله على سبيل المثال سياره ولا قطعه حديد وجبت لك والله ماكينه وبتضغط فيها وما انكسرتش ولا انطحنت ولا انعمل فيها ولا حاجه، فايش مالها؟ بيجيب لك واحد والله ممتازه هذه المعدات، يعني بيجيب لك بعدين شخص مبسوط انه امتلك هاي القطعه، امتلك هذه القطعة. واضح؟ طيب هنا في مثلا مثال ممكن تفتحوا عليه شوية طويل، هو بقول لك مثلا لو فكرنا في دعايات السيارات. ايش دعايات السيارات؟ في منتج على فكرة له فترة كان في السوق اللي هو لو انا السيارة انخدشت منك او شغلة بالألم هذا اللي بيضيع الخدش، فهو ايش الاسلوب اللي استعمله؟ فاكرين كيف كانت الدعاية عشان اوريكي المنتج اصلا كيف مفيد؟ ايش راح عمل؟ خدش السيارة صح؟ انت ها شفتوا انا لما قلت خدش السيارة كزيتي هيك صح؟ لانه اسلوب صعب انه واحد يجي والله اعمل زي هيك في السيارة، انت اصلا بتتصعب الموقف، واضح؟ لكن انا لما عملت العملة هذه وجبت لك بعدين المنتج انه بمسحة بسيطة بيقدر يغطي او يدوب اللون او البويه اللي موجوده على الغلاف الخارجي ويعبي فيها الخدش اللي كان موجود، فانت ايش والله ممتاز هذا بدنا اياه صح؟ مفيد جدا بدل ما احنا نروح على السمكريه ونقعد ايش نعمل دهان وبويه والحكي هذا كله. فاستعملوا اسلوب صعب في انهم يسوقوا للمنتج نفسه.
فهمتوا كيف؟ فيها انا بقول لك كمان دعايات على الصابونه، يعني انا صحيح الصابونه غالبا دعايات الصابونه او الشامبو او لا بيجيبوها نوعها سوفت. ايش يعني سوفت اللي هلا رح نتكلم فيه؟ انه انت بيكون اصلا ايه ناعمه. ايش يعني ناعمه؟ الاسلوب ناعم، بمعنى بيجيبوا لك والله رغوة على الايدين والواحد مبسوط ومكيف ومرتاح فهمتوا علي؟ فهذا ايش بسموه؟ الاسلوب السوفت، انه هو بتمنى شغله زي هاي، واضح؟ لكن هنا مثلا لو انتم شفتوا هذا المثال تبع الموجود عندنا في الرابط، راي جايب لك دعايه على صابونه من نوع قديم طبعا امريكي، عشان يعمل دعايه الصابونه جاب واحده بتتسلق جبال. وصلت الصوره؟ ايوه. لا ما توسخت شيء ولا حاجه، هو تسلقت، وانه يعني امر صعب بعد ما تسلقت ونزلت مشاكل يعني صار، ممكن يكون في جروح، ممكن يكون مش عارفه ايش صار معاها، وصارت تحكي عن المنتج تبع الصابون. فاختار تسلق الجبال موضوع صعب، ايش دخل الصابونه في الجبل، فهمتوا كيف؟ فاختار الموضوع او الاسلوب الصعب في التعبير عن كفاءه المنتج، تعبير عن كفاءه ايش؟ المنتج، واضح؟ يعني شوفوها تفرجوا عليها يمكن توصل لكم الفكره يمكن بشكل افضل. هلا السوفت سيل زي ما حكينا اللي هو الاسلوب الناعم، ايش يعني الاسلوب الناعم؟ بتلاقيهم كرييت ان ايمج اوف ا برودكت. حتى انا في مثال هلا بس خلينا نخلص هاي وذكروني في المثال تبع ديتول. احكي لكم عنه. هلا في كرييت ان ايمج اوف ا برودكت، في السوفت سيل بروح بيجيبوا لك مجموعه صور عن المنتج. مثلا بيجيب لك صوره الصابونه، يعني مثلا لوكس، ايش بيجيبوا لك عليها؟ كيف بيعملوا الدعايه تاعت لوكس؟ بيجيبوا اول صورة اللوكس، وبعدين هيك جاي عليها نقط مية نازلة بانسيابية، وبعدين مثلا بيجيبوا لك انه والله في نعومة، في مش عارفة لمسات، صح ولا لا؟ فبتتمني انه انت تمتلكي هذا المنتج والعطر والريحة والحاجات اللي زي هاي، صح؟ كيف؟ ودعاية هذه لا يعلى عليها، دعاية جالاكسي على سبيل المثال، يعني انت معصبة، يعني كيف بيشوفوك انه مزاجه اصلا معصب وما فيش يعني بعد هيك وبده يروق مزاجه، بيعتزل الدنيا كلها. جالاكسي هذا اسلوب صعب، هذا هارد، عرفتي كيف؟ يعني مثلا احنا خلينا نكمل تاعت الجالاكسي هاي، بتلاقيها قاعدة وبتاكل فيها، بيجيب لك اياها شوي شوي بتاكل وانه ارتخت وارتاحت وانبسطت وغير حاجة، يعني فهمتوا كيف؟ مسكن للآلام والمشاكل. لكن تحت سنيكرز، سنيكرز هي مش المنتج انه طري او صلب، ماشي؟ سنيكرز معروفة الشوكولاتة، صح؟ ايش بيروحوا بيعملوا؟ الأسلوب الجديد يعني هذا اللي نازل على الساحة زي ما بيقولوها، جايبين بيجيبوا لك اياه انه واحد بيبقى بيتقمص شخصية تانية وحالته النفسية صعبة ومش هو يعني، تمام؟ ولما ياكل سنيكرز بيرجع لطبيعته يعني، فهمتوا كيف؟ فهذا يعتبر الأسلوب الصعب. في أب بس شوي شوي، أيوه بالضبط، أنت هذه كويسة ذكريني إياها، أنت حنحتاجها أنت وأنت نحن. طيب هل أنت بالنسبة للديتول، بالنسبة للديتول في أسلوب صعب في الدعاية للتسويق للديتول وفي أسلوب سوفت، حدا بيقدر يقول إيش هو؟ قولي. الأسلوب الصعب إنه لما بنت بيروح الواحد أو بنت. ايوه لما بيجيبوا لك يعني في دعاية للديتول بتجيبها لما بنتها بتوقع وبتنجرح وبتروح ايش بدها تعقم الجرح، هذا شيء صعب، فهمتوا كيف؟ لكن لما انا بجيب الديتول نفسه واجيب والله اني بمسح الارضيه عاديا يعني. تمام؟ والله على سبيل المثال اولادي بحميهم وبرعيهم ومش عارف بمسح وبغسلوا عادي ايديهم يعني هذا اسلوب ايش؟ سوفت. فهمتوا ايش يعني الفرق بين السوفت والهارد؟ مش انه المنتج صلب او مرن، لا، الاسلوب في التعبير عن المنتج او في الدعايه استخدامه في التعبير عن مين؟ عن المنتج، تمام؟ وضحت الفكرة؟ طبعا في هنا إعلان وفي هنا إعلان، بتحبوا تتفرجوا عليه تقدروا تشوفوه. إنه أب وبنته، فدايما تلاقي كان يعني يتكلموا عن بعض كثير وبيحاول إنه يحميها، فدايما بحكي لها لما كانت تروح على المدرسة وتركب السيارة كان يحكي لها حطي حزام الأمان.
نسمع بالله نسمع. هو كان رايح على مشوار وهيك وبنص الطريق يعني افتكر انه هو لازم يحط حزام الامان زي ما وعد بنته. فكان في حادث يعني بعد ما صار هذا كويس صار في لا انا ما شفتوش بس هذه كويسه لهلا راح نستخدم. طلعت دعايه سياره كثير. بس هذه يعني يعني انه استخدم امور الموت في هذا مش كثير محبذ، عرفتوا كيف؟ هذا بقى مؤثر جدا بيكون، واضح؟ هذا حنستفيد منها كمان شوي برضه. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. في مره والله شفت الدعاية عن شوكولاته اظن. بس انا مش ذكراها الصحيح، بالصدفه اظن من سنه شفتها او شيء، كانت واحده يابانيه او صينيه هيك مرأة في الشارع او ماشيه في الشارع وبتتقاتل مع اللي قدامها وبتجري، او انه تحدي كان فيها، تحدي انه هي تضحك او انها تغمض عينيها، عفوا التحدي انها ايش تغمض عينيها، فكان يعملوا احداث وانا فكرتها الصحيح مشهد يعني. يعملوا لقطات مختلفة، مثلا يضربوها، يعملوا منظر مفزع قدامها عشان تغمض عينيها، مثلا ابدا ما غمضتش عينيها. ففي الاخر وين راحت؟ وصلت البيت قعدت حاطين قدامها شوكولاتة. طيب ايش راحوا عملوا؟ شوف اختاروا الطريق يعني اسلوب صعب في بس ايش راحوا عملوا في الاخر؟ انه هي قعدت على الكرسي والكل قاعد جايبين اللقطات انه كل الناس بتشاهدها، يعني هي معروضه على التلفزيون مباشر هلا. هل حتغمض عينيها ولا لا؟ هلقيت قعدت وخلص وانبسطت انه هي يعني كسبت التحدي. فالمهم قعدت مسكت هالشوكولاته واكلتها من هالهيدا. لا ايش الناس كلها يعني انصدمت انها غمضت عينيها، فهي تفاجأت قال فراح التحدي، فهي دعايه للشوكولاته، فشوفوا الاسلوب الدرامي اللي عملوه عشان يعملوا شوكولاتة. المهم وصل ايش معنى هارد وسوفت هلا؟ يعني خيال سبحان الله المبدعين كبير. طيب في عنا نيجي للنوعين التانيين اللي هو الاسلوب الجدي او الاسلوب الفكاهي. طيب في هل هستعمل الجدية ولا هستعمل الاسلوب الفكاهي في التعبير عن المنتج؟ في حاجة اسمها الهامورس اور نات هامورس، يعني فاني اور نات فاني. طيب هلا الهامورس اللي هو الاسلوب الفكاهي تريتمنت اوف اني يعني بمعنى اخر اني استخدم الاسلوب الفكاهي في التعبير عن زي ما قالت شغلات بتخص يعني بتوصل للموت او في التعبير عن انه هذا شيء مميت. طيب او اني اتعامل مع ال البيرسونال هايجين اللي هو النظافة الشخصية للشخص نفسه، يعني أجيبها كأنه نوع من الفكاهة في التعبير عن المنتج، أو إنه السوشيال بروبلمز المشاكل الاجتماعية كمان أتعامل معها بشكل أو بنوع من الفكاهة، بقول لي هذه كلها أشياء غير محببة صحيح، تمام؟ إني أتعامل مع هاي المواضيع بنوع من الفكاهة. لازم يكون الموضوع جدي، يعني انه اذا عملت 1 2 3 بيؤدي لخطر. في هي مش دعايه صحيح كمان، هي كانت نوع من يمكن شفتوها على مواقع الفيس وعلى اليوتيوب، هو نوع من الفكاهه بيستخدموه زي مواقف ضاحكه. بروحوا ماسكين الشامبو طيب، وبيبقى مثلا في بعد ما هو طالع من المسبح بده ياخذ له دش ولا حاجه، بتلاقيه حاطط صابون على راسه. كل ما يفرك شعره يعني هو حاطط شويه، كل ما يفرك راسه تمام بتلاقي الصابونه بتزيد، هو فارط على حاله من الضحك، بس انت فعلا انت متضايقه، يعني منظر صح هو مبسوطين عليه وبيضحكوا، بس يعني فعلا شيء يعني مزعج. شيء مزعج، فهمتوا كيف؟ يعني لدرجه انه واحد وصلت معاه انه شعره تك من كثر ما يغسل شعره بالصابونه. عرفتوا علي؟ فهذه اشياء صحيح مش كثير محببه يعني الواحد يستخدمها. هذه نوع من الفكاهه مش مشكله، فهمتي؟ في هلا حاحكي لك نوع من الفكاهه. في انا صحيح دعايه زمان شفتها يمكن لها 2 أو 3، بتعرفوا البامبرز؟ اللي اسمه بامبرز عارفينه؟
في كانت دعاية إيش جايبينها؟ صورة العبوة وكيف إنها غير منفذة للماء أو مش عارفة إيش، ما بتسربش والحاجة يعني عادي. مرة شفت الصحيح دعاية صحيح يعني رائعة وفيها نوع من الفكاهة. إيش راحوا جابوا؟ إنه جابوا طفل يعني يمكن عمره أقل من سنة أو حاجة زيك بمشي، المهم لابس بامبرزة طيب، وداخل الحمام وشاف الغسالة الأوتوماتيك مفتوحة وأمه بتحط في الغسيل. فهو إيش راحوا عملوا؟ عشان يوريكي قديش تمتص المياه يعني. فراح إيش عمل؟ بده يغسل البامبرزة تبعته، فشلح البامبرزة وحطها في الغسالة وشغل الغسالة وطلع. فيعني فعلا فني، كانت صحيح مناسبة وحلوة يعني، أنا عجبتني الفكرة وبتوصل مفهوم إنه المنتج هاي اللي إحنا بدنا نوصلكم إياه، إنه المنتج وصل لدرجة من الكفاءة عالية. ما هو أنا فكرت هو اللي حيخش جوا يعني، عرفتي كيف؟ بس لا، لما يعني أنا ما كنتش متوقع إيش يعمل يعني، صحيح لما شفت المنظر كان يمس. انا مش عارفه قاعده اقولوا مين سليم، انا عارفين اول ما شفتها هذه تاعت مين سليم صرت اقول يا ربي يعني مين، فكرت حدا معوق لا قدر الله، ولا يعني ما كنتش اعرف انه اسم يعني مين سليم، يعني مين صحيح يعني، هاي الفكره. فلما شفتها بالصدفه هذا قلت هو انت في الاخر طلعت مين واحد اسمه سليم يعني، فكانت شويه هي وصلت بس بعرفش كيف وصلت، بس يمكن المفهوم او الهدف من وراها يعني هما شد انتباه. طيب هل انت شوفوا ايش اللي بصير، خلينا نوصل لهان. هل انت الهامر كان بيم افكتيف تو ايش مناسب الفكاهة يعني، بستعمل الاسلوب الفكاهي لاني اثر على الديفليكس سوفيستيكيتد فيوز اوف برودكت عشان اجذب الزباين بشكل اكثر. يعني انتوا دعاية البامبرز اللي تكلمنا عليها دي من زمان مش من جديد طيب، وكان اسلوبها معتاد، يمكن في ناس كانت تشتري وناس ما تشتريهوش، المهم يعني كان يعني منتشر. لكن لما بيلاقوا ضعف في الاقبال على المنتج بيضطروا انهم ايش يعملوا؟ يستعملوا اسلوب الفكاهة. فهمتوا علي؟ ضعف في الاقبال بيستعملوا اسلوب الفكاهة عشان يروج للمنتج بشكل افضل. فهي ايش بتسوي هذه؟ هي expand to large buying product، فبتعمل ايش؟ توسيع لعملية بيع المنتج. وفي عنا في هنا مثال هذا اللي هي دعاية لحاجة اسمها gray babon زي المسترد، مسترد هو، شفتوا الكيتشاب او المسترد الاصفر هذا، هذا منتج قديم، منتج قديم كتير يعني، يعني لو طلعتوا على الدعايات تبعتهم بالابيض والاسود كانت زمان. فاستعملوا عملوا مره دعايه حتى من زمان يعني، عملوا دعايه باسلوب فكاهي، صح؟ لو شفتوا هاي الرابط تبعها، لو شفتوا كيف الاسلوب اللي استخدموه او الدعايات السابقه كانوا عادي يعني يطلعوا صور ويقولوا اسم الشركه وايش الوضع وقديش انه طعمه كويس عادي يعني السيره الذاتيه تبعت المنتج، ماشي؟ في مره استعملوا جابوا واحد قاعد في سيارة طيب، ومتعودين شكلهم زمان هم قاعدين في السيارة ايش يعملوا؟ يمكن يفطروا او ياكلوا هم في السيارة يعني. فجايبينه هو ايش قاعد بيعمل ساندويش همبرجر اظني طيب، في السيارة متعودين يعني شكلهم كاين على الموضوع. فهو قاعد بحط يعني حط المكونات اللي بديها وضل هذا اللي هو الجري تمام. فاجا وهو بحطه على الساندويش طلع صوت، فهذا الصوت عند الاجانب صاروا يضحكوا عليه يعني انه مش بايدي وانه وضحكوا يعني مش عارف. فاستعملوا هذا، شفتوا النفخه اللي بتطلع بعد لما بتعصي على بتطلع صوت، هذا الصوت يعني اعتبروه نوع من الفكاهه في التعبير عن ايش؟ المنتج. فشكله بعديها الناس صارت تشتري وتحب تعمل الصوت هذا، فهمتوا كيف؟ عادي يعني لما ايوه بالضبط قرب تخلص. هذا برضه مفيد، بتكون عباره عن اغنيه مفيد. لا انا بدي مش على اللي بتقعد ربع ساعه ونص ساعه، اصلا هلقيت معظم الدعايات صور واي كلام يعني، في خمس دقائق بتنعمل اي واحد بيعملها.
مش زي زمان يعني بيتعبوا عليها وشخصيات وكيف بده ينعمل، يعني بتلاقي عادي المنتج صور وبطلع بتطلع الدعايه. فهمتي كيف؟ فلقيت الاسلوب الاخر اللي ممكن استخدمه في التعبير عن المنتج. طبعا كلها هذه اساليب للترويج يا بنات، كلها اساليب ايش؟ للترويج. في عندنا اللي هو الجينجلز ار اوفن يوز تو هيلب ذا مي ذا فيور ريمبر ذا برودكت. يعني انت بتقولي اغاني او هي مش اغاني، بس تعمل الاسلوب الموسيقي. ايوه زين، زي شفتوا في رمضان، في رمضان بتلاقي وزين معاك او مش عارفه ايش بحطوا لك الشعار تبعها. فانت انا حتى الموسيقى تاعتها يمكن يعني الكلمه او اللحن بضل معلق. فهمتوا علي؟ فهذا اسلوب بيخليك متذكره ايش هو، يعني حتى لو انت نسيت الكلمه لو ذكرت اللحن ترجعي تتذكريها. احيانا بلاقوا يعني المصريين كثير بتلاقيهم لما بيحكوا ارقام التليفونات ما بيحكوها بشكل عادي، بيحكوها بشكل موسيقي، بقول لك 07 0 مش عارفه ايش، تمام. فبصير ايش بتحفظ الرقم، يعني مع كثر الدعايه حتحفظيه غصب عنك مع اللحن تبعه. واضح؟ زي على سبيل المثال عندنا شغلات مشهوره اللي هي دائما مع كوكا كولا، دائما هذه مشهوره العباره وبتلاقيها بلحن معين اللي هي always كوكا كولا. وفي حاجه اسمها everything better with hands اللي هو تبعت الكاتشب هاي. في كمان اسلوب ممكن نتبعه في الترويج للمنتج في الدعايات اللي هو الباز وورد. الباز وورد اللي هي الكلمات الرنانه هيك يعني بتجذب الانتباه، كثير هلقيتها بيشتغلوا عليها معظم الدعايات هلا بيشتغلوا عليها، اللي هي زي كلمه ايش؟ all natural، كله طبيعي، يعني منتجات طبيعيه، يعني حتى الشامبو، الصابونه، مش عارفه المأكولات، مش عارفة إيش المشروبات اللي بتنزل، بتقول لك إيش ناتشورال، كله طبيعي. فالناس خلص زهقت من الأشياء المصنف عشان يروجوا للمنتج ده، بقول لك هذا طبيعي 100%، عصير طبيعي 100%، تمام؟ فهمتوا كيف؟ طيب حيعملوا لنا مشاكل. طيب are often used زي كلمة all natural or no artificial integrate ايش ingredient، يعني ايوه خالي من المواد المصنعه او الصناعيه. طيب في ممكن استفيد، وبرضه هذه احنا شغلات بنشوفها، ممكن استفيد من الترويج، ايوه استفيد من شخصيات مشهوره، تمام. زي ايش مثلا؟ شفتوا مستشفى السرطان اللي عملوه في مصر؟ لهم يمكن سنين وهم بجمعوا له، افتتحوه جديد، عرفتوا علي؟ افتتحوه جديد. مين كان يجي يروج لل كورة؟ ممكن، بس أكثرهم مين؟ المشايخ. مين؟ مش عارفة، راتب النابلسي؟ لا 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 لا، في كان تبع مصر، المفتي تاع مصر، مفتي مصر هذا أبو لحية بيضة، أيوة علي جمعة، علي جمعة كان يجي، وفي واحد تاني برضه، يعني المشايخ الأزهر. ليش؟ ليش اشمعنا مشايخ الأزهر؟ عشان التبرع. عشان التبرع. لأنه إيش اللي بيصير؟ حتى في بتلاقوا بيعملوا لقاءات مع ناس وصلهم تبرع ولا لا، عشان يتأكد إنه هذا الحكي صحيح. فأنا أي واحد أجيبه من الشارع أقول والله في مستشفى بدنا يتبرعوا لها ويا ناس ويا ناس، ما حدش حيصدق، لأنه في أكيد ناس مرق معهم ظروف وتبرعوا وضحكوا عليهم، يعني اخذوا فلوسهم وراحوا. فلما بجيب انا مشايخ الازهر عشان تحكي في التبرع على مستشفى، فانا معنى الكلام انه في نوع من المصداقيه، نوع من ايش؟ الامن. انا واثق بانه فلوسي بتروح للتبرع في مكان معين، فبيعطي راحه نفسيه للمتبرع، فبيجذب الزبون. فهمتوا علي؟ هاي الفكرة. فأفيمس بيرسون أبير إن ذا أدفرتايزمنت، ليش بيظهر في الإعلان؟ وحتى في منتجات ل بس نسيت ايش هي، في منتجات ثانية مثلا لشامبو لإشي بتلاقيهم، يعني مثلا الصابون ليش بيجيبوا لكم الممثلات؟ والشامبو لأنه هدول أنت عارفاهم، يعني صح مش عارفاهم شخصيا،
بس بيجيبوه مع ايه؟ لشد الانتباه. يعني اذا هذه والله يعني احنا العقل الضعيف يعني انه اذا هي بتستعمل، ليش انا ما استعملش لوكس مثلا؟ فهمتوا كيف؟ كثير بيستعملوا عشان يروجوا للمنتجات. وصلت الصوره؟ طيب مشاهير، مشاهير مش ذاكره والله اسمها، بس هي يعني شخصيات معروفه. طيب نيجي نشوف اخر نوع من انواع الشورت نون انفكشن فورمات، تمام؟ اللي هو ايش عندنا؟ الرياليتي شو. كوكو بتعرف الرياليتي شو؟ ايش يعني الرياليتي شو؟ البرامج الواقعيه. ايش يعني برامج واقعيه؟ مش تمثيل، يعني بيجيب الشخصية بيصورها في أرض الواقع في الحدث نفسه، بيشوف إيش بده يعمل. زي بعض المواقف الضاحكة اللي بيجيبوها الكاميرا الخفية، زي الكاميرا الخفية، تمام؟ بس هي مش رياليتي شو، أنا هي نوع من أنواع رياليتي شو. ليش أنا ممكن أحكي عنها رياليتي شو؟ لأنه لما باجي مثلا بأحط كاميرا في مكان وأعمل موقف وأشوف ردة الفعل، هو مش عارف انه في حد بصور. انا لو عارف حد انا بتسابق اتصنع انه انا ممكن اقبل الوضع اللي انت عامل لي اياه، صح؟ لكن انا لما يكون الوضع وضع بشكل طبيعي فهو حيظهر المكنونات الداخليه بشكل صريح. فهمتوا علي؟ فعشان هيك بسموها رياليتي شو. فالهيومن ناتشر هاز انف انهيرنت دراما. طبعا طبيعة الإنسان بشكل عام مليانة سلوكات وسلوكيات وتصرفات، فيها نوع أو بشكل كبير ممتلئة بالدراما. However, such shows often induce drama in reality. طيب كيف ممكن يدمج الدراما في أو إنه الدراما جزء من شخصية الإنسان الطبيعي؟ بروحوا إيش مثلا؟ بيستفزوا الشخص وبيحاول ايش؟ في ناس بيعرفوها بتعصب، فبيعملوا معها موقف، بتلاقي بفعلا بيطلعوا لك الناس العصبيه الفعليه او التصرف اللي ايش بسموه هذا اكسبلوسيف بيرسوناليتي، هي يعني التصرف الفعلي اثناء الايه التعصب. فهمتوا علي؟ التصرف الفعلي بتلاقيه فعلا خرج عن النطاق، انفعل بشكل كبير يعني. فهمتوا كيف؟ فممكن كمان استفيد منها placing people in exit. طبعا ممكن استفيد منها اني احط الناس في مواقف معينه، تمام؟ وتكون هاي المواقف ايش مالها؟ ايش مالها؟ مستفزه شويه، زي اللي بتلاقوهم في البرامج حاطينهم في الادغال، زي رامز. الله ينور عليك يا شيخ، نسياء انا هذا رامز. زي رامز بحطوهم هذا وضع مش طبيعي، لما يروح يعمل لك طياره ولا يعمل لك اسد ولا يعمل لك نار. عرفتوا كيف؟ فيعني موضوع صعب جدا. وتشوفي قال الممثل، طبعا انت شفتوا كيف التصرف اساسا؟ يعني شيء غير يعني بغلطوا على بعض هذا، مش مشكله. بس في برنامج نعم، برنامج صدمه ممتاز، حلو جدا برنامج صدمه. حضرت منه يمكن حلقه او حلقتين، بس فعلا بيناقش مواضيع مهمه. يعني والله لما تروحي انت تيجي تقولي له تعمل والله واحد ناسي محفظته، وتروح تيجي تاخذها وتطلع وتقول لهم والله هذه لمين وانا هاي اخذتها لو حد سال عليها، وبعدين يجي يرجع يسال الراجل وتقول لا انا ما شفتش وما اخذتش، فكيف الناس بدها تتصرف؟ عرفت كيف؟ وتعت بر الوالدين، يعني مواقف فعلا هادفة. ايه؟ وين هاي؟ في انا ما شفتهاش كلها صح، شفت تعت بر الوالدين وشفت هذه تعت المحفظة. تمام؟ ممكن طبعا abnormal situation، تحطيه في اوضاع غير طبيعية، في مواقف غير طبيعية، يعني مثلا هذول البرامج تاع المسابقات والادغال زي ما قلت لكم بحطوهم، والله يعني شيء مزعج بكشش، لم تجبري واحد انه يحط راسه في علبه فيها
عناكب ولا صراصير ولا مش عارفه شو يعني. يعني انا ايش شعوره هذا؟ هذول من وين جايبينه من الناس؟ لما انا يجازف ويعمل هاي الشغله، فهمتوا كيف؟ احيانا ممكن تكون نسمع بالله، احيانا ممكن تكون ايش كوست تو سي ثينكس سكريبتد رياليتي. شفتوا اللي ورا الكواليس، المقاطع اللي بيجوها من ورا الكواليس، طبعا بيصوروها هم عشان بيخلوها عندهم، اوكي؟ بيجيبوا لك الممثل هو بيحاول يتدرب على انه يحكي جمله معينه، فهذا برضه يعتبر رياليتي، بس ايش بسموه؟ رياليتي سكريبت او سكريبتد رياليتي، انه ايش الوسيله اللي بيستخدمها عشان يحكي جمله بطريقه معينه، تمام؟ بتلاقيهم مرات بيضحكوا، مرات بتصير معهم مواقف، مرات شغلات، هذا ايش؟ نوع من في نوع من الطبيعه، لسه مش مصطنع يعني. فهذه برضه شغله بنحكي عنها رياليتي. في عنا امثله عن الرياليتي، برامج الرياليتي كثيره متعدده. في مثلا عنا اللي هو الليفنج انفايرومنت، البيئه المعيشيه. انا الصحيح سمعت عن اللي هو البيج براذر بس ما شفتوش، بعرفش ايش بيعملوا فيه. كان قعد فتره من الزمن بيج براذر. في زيها عندنا في عند اظن العرب عملوا حاجه، مش عارفه، واحده بتدور على عريس او حاجه زي هيك يعني. ايه لا مش مسلسل، كانوا جايبين زمان زمان يعني، مش عارفه له زمان فتره طويله، كانوا جايبين مجموعه من البنات وبيجوا بيعيشوا في مكان زي اللي هو الليفنج، هذه ليفنج انفايرمنت، بيعيشوا في بيت وبحطين كاميرات وبيشوفوا كيف هذه تصرفاتها وهذه كيف سلوكها، وفي الاخر بصير تصويت مين احسن وحده ومين العريس اللي بده يتقدم لهاي، واللي بتفوز في لهم رحله بصروين وغيره وغيرات. والله ما انا عارفه ايش اسمه، فهذا برضه ليفنج. لا يا ريت ليفنج انفايرمنت، بس طبعا يعني هنشوفها لقيتها انه ينقص شويه يعني، صحيح شغلات. على العموم في عندنا الكومبيتيشن، المنافسات، هذه برامج حلوه جدا، اللي هي زي البيجست لوزر. وفي عندنا الاميزنج ريس، زي حتى في سفاري، عيش سفاري تاعت الاطفال هذه اللي بيعملوها. هذه التوب شيف، هذه للجوب، هذه بتنعمل عشان واحد ياخذ وظيفه فعلا بعد البرنامج، ممكن يكون هو ماخذ منصب شيف او ماخذ منصب ديزاينر، اسم البرنامج. ايوه عرفتي كيف؟ فهذه ممكن من وراء يعني، هذه شغلات حلوه، في فعلا رياليتي شو مفيده. زي اللي هو التوب شيف، وفي جديد على فكره شفت ماستر شيف اجنبي. وفي بالعربي شفت جديد دعايه له، اللي هو شيف الشفات مسمينه. شيف مصري، نفس الشيء، بيجيبوا شفات مصريين او يعني عرب وبيعملوا مسابقات في هذا، نفس النظام، اقتباس يعني. توب ديزاينر، صحيح انا شفت منه مره حلقات، كان حلو جدا هذا البرنامج، اللي هو احسن مصمم، بس مصمم ديكور، كانوا يعطوهم عينات والوان معينه ومساحات محدده وابدع، ويصير في تقييم عليها، واضح؟ طيب بس زي ما انتم شايفين الرياليتي شو في منها مواقف او يعني شغلات مناسب انه انا اشتغل عليها في رياليتي شو، اظن اشتغل عليها. في منها احيانا زي الليفنج روم هذه، او الشغلات الطبيعيه يعني، احيانا بيبقى روتين، لما قاعد ضل الكاميرا شغاله 24 ساعه ما في شيء احداث، فهمتوا كيف؟ عادي يعني، قاعدين بياكلوا بيشربوا، نايمه بتتفرج على التلفزيون، مش عارفه يعني، ممل جدا لما تقول 24 ساعه انا شغال الموضوع، فهمتوا كيف؟ فلانه في اشياء محتاجه تطوير، فبينقص الرياليتي شو بيزك للدراما اساسا، بنقصها عنصر ايش؟ للدراما. ف still requires scripting، محتاجة إنه واحد يكتب لها، يعني ما بينفع أنا أجيب الناس وأقعد أصور فيهم وخلاص أشوف إيش بده يصير معاهم، واضح؟ لا، لازم يعني يكون في نوع من التدخل شوية عشان يكون في نوع من الحركة والأكشن. Requires scripting rights must plan out، لازم يتم التخطيط لها بشكل كويس. What will happen؟ Designed conflict،
أصمم نقاط الصراع والخلاف اللي ممكن يعني توري فعلا مكنونات هذا الشخص بشكل طبيعي. برضو برضو بتحتاج لسه ريكويست دايركتنج، محتاجة نوع من الإخراج بشكل أفضل عشان يطلع عندنا المنتج ما يكونش ممل ومزعج، ويطلع عندنا الإخراج والصور تبعته بشكل أفضل. فالدايركتور ماست كونسيدر هاو تو شوت ذا ستوري تو تيل ذا مين ذا كونفليكت، لازم يكون عارف كيف بده يروي القصة أو الأحداث اللي موجودة، بده يصورها بشكل طبيعي ويبرز فيها إيش الصراع. ريكوايرز إيديتنج، محتاجة يعني أنا بتنزل مباشر زي ما هي صح؟ فلكن في شغلات محتاجة إنه إحنا نعدلها، ما تنزلش كما هي يعني، فمحتاجة إيش؟ شوية إيديتنج أو تحرير، ممكن يكون أونلاين يعني تقولي لي والله ما هو مباشر، عامله مباشر على سبيل المثال. طب أنا يعني مثلا لما الكاميرا الخفية في ناس بتحبش تعرض صح؟ فممكن يخفي أو ممكن أعرض المقطع بس أنا صورتي بديش إياها تبين، ففيها إيديتنج شوي، فهمتوا كيف؟ أو إنه يلغي المقطع كلياته أساسا وما يصورهوش، لكن هداك لا 24 ساعة كأني ماسكة الكاميرا وماشية فيها بشكل طبيعي. Cut down material، الأول عفوا to enhance the conflict، نحسن شوية من شكل الصراع اللي راح يكون. Cut down materials، بيستخدموا فيها معدات كتير عشان يصور من كل زاوية من كل مكان، يحاولوا شوية يقللوا من هاي الماتيريال لأنه كله يعني الإنتاج إذا بستخدم فيه ماتيريال كتير فبيستهلك طبعا فند كتير. ميك ا كوهيرنت ستوري، نحاول انه يعني اهم حاجه يا بنات في المنتج النهائي انه يطلع مترابط، ما يكونش هيك اجزاء مفككه، واضح؟ ففي الايديتنج بده يحاول يرابط العناصر هذه مع بعض ويطلع ايش بمنتج مترابط وايش متكامل. هيك احنا خلصنا الشابتر تاع اللي هو السكريبت ايديتنج، اوكي. فالمرة الجاية ان شاء الله حنبدا في الشابتر اللي وراه اللي هو الدايركتنج وانواع الشوت والكاميرات والحاجات اللي زي